بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. هنبدأ بإذن الله مراجعة شهر نوفمبر لمادة المهارات المهنية للصف الخامس الترم الأول المنهج الجديد. طبعا الحمد لله زي ما اتفقنا أن المهارات سهلة، وإحنا عارفين أن كل الناس ما ذكرتهاش والمدارس مش مهتمة بيها، ولكنها مادة مهمة جدا في تثقيف الطلاب وتعريفهم بإزاي يتعاملوا في الحياة العادية. علشان كده هنقول كل سؤال بالتفصيل والإجابة بتاعته علشان نفهم الدرس بما إننا ما ذكرناش المادة. طيب، أول سؤال بيقول لي: من الأدوات التي يستخدمها النجار في عمله. النجار طبعا اللي بيعمل لنا الترابيزات والكراسي والكنب والسراير، وبيعمل لنا حاجات كتيرة جدا، وعمله مبدع جدا عشان بيفنن فيه. فايه الادوات اللي بيستخدمها؟ المواسير، المواسير دي بتاعت السباك اللي بيركب لنا المية. شريط اللحام اللي هو البلاستر ده بتاع الكهربائي اللي هو بيوصل لنا الكهرباء ويعملها لنا بشريط اللحام. الشاكوش هنقول له ايوه الشاكوش. طب ايه تاني غير الشاكوش بقى؟ الشاكوش اللي بنقول عليه المطرقه او المطرقه. طيب الشاكوش نقول له كمان، والمنشار والمسامير، ومثلا الازميل. الازميل ده برضو هيجي لنا دلوقتي وهنوريه لكم بالصور زي الشاكوش كده، تمام، وهنوريكم كل حاجه بالصور علشان برضو الموضوع يبقى ايه اسهل للفهم. ضوء نقط هو الافضل لنمو النباتات. طبعا احنا دي خدناها في العلوم، مش محتاجه مننا تفكير، لان النبات بيتغذى على ضوء الشمس، عشان كده الاجابه هتبقى ضوء الشمس. لحمايه الخشب من عوامل الطقس يقوم النجار بكذا الخشب. طبعا دلوقتي احنا عندنا الشمس ممكن تاثر على الخشب، لو احنا سيبنا الخشب فوق السطوح عندنا في الصيف لفتره طويله هنلاقي الخشب باظ من الشمس، ان الشمس بوظته. طيب علشان نحمي الخشب ده من الشمس او من المطر او من البرد او من اي حاجة، نعمل ايه بقى؟ ندهنه ولا نقطعه ولا نربطه؟ طبعا اكيد ندهنه، يبقى هنستخدم ايه؟ دهان الخشب اللي هو دهان معين بيحافظ عليه. لذلك احنا بنلون البيبان بتاعتنا والحاجات دي عشان الطقس ما يأثرش عليها، سواء كان ببرد او بحر. بفضل العلم اصبح من الممكن ان نزرع بدون ماء ولا هواء ولا تربة. طبعا دي خدناها في العلوم، ان احنا ينفع نزرع بدون تربة في ورقة كده، وعرفنا طبعا بفضل العلم الحديث. من الادوات التي يستخدمها النجار لتنعيم حافة الخشب. طبعا النجار بيستخدم حاجات معينة عشان ينعم الخشب كده، عشان يلزقوا ببعضيه او يعملوا ببعضيه. يا ترى المفك ولا المطارق اللي هي الشواكيش برضو، ولا الفأرة؟ طبعا حاجة اسمها الفأرة بيوصلها كده بالكهرباء وبتعمل صوت مزعج شوية، هي دي بقى اللي بتعمل ايه؟ هي دي اللي بتنعم الخشب. هاجر الدكتور فاروق الباز الى كذا للعمل الى هناك. طبعا فاروق الباز لما نعرف قصته، هو دكتور مصري درس في كلية العلوم وهاجر الى امريكا للعمل بها، يبقى راح امريكا. يعتبر خشب نقط احد انواع الاخشاب اللينه. طبعا احنا عندنا الخشب ده انواع كتيره جدا، فعندنا مثلا الخشب الافريقي ده خشب صلب جدا وجامد وصعب تتعامل معاه بالادوات العاديه، طبعا لعوامل الشمس هناك. اما خشب القيقب ده خشب ناعم وطري وايه بيعفن، ما بيستحملش حاجه يعني. اما خشب الصنوبر هو الخشب اللين اللي بيتكلم عليه. يبقى كده عرفنا انواع الايه الخشب من السؤال ده. طيب تشمل الحرف اليدوية صناعة، طبعا حرف يدوية يعني حاجة بإيدك، السجاد طبعا بيتعمل بالإيد، أما السيارات والطائرات لا طبعا، يبقى هناخد مين؟ السجاد. طيب تسعة، من خصائص خشب كذا تعفنه بسهولة. لسه قايل لك من شوية الخشب اللي بيعفن، ما احنا قلنا الأنواع بقى اللي هو خشب الإيه؟ القيقب. يحتاج الحرفيون إلى مهارة التفاوض على كذا مع العملاء. الحرفيون اللي هما بيعملوا الحاجة بإيديهم، إيه ما التفاوض على إيه؟ على الأسعار، عشان هما اللي بيتعبوا فيها. طب يتميز خشب الكذا بلون شديد السواد، الأفريقي، لأن إحنا بنقول خشب صلب جدا وجامد، فإيه وكمان ميزة جديدة هي إن هو خشب أسود كمان. كل مما يلي يعتبر من المشكلات التي تواجه الحرفيين ما عدا صعوبة التعامل مع العملاء، ولا صعوبة الحصول على مواد التصنيع، ولا ارتفاع درجات الحرارة. مشكلتهم في ارتفاع درجات الحرارة هي اللي بتواجه الحرفيين.
يتمتع خشب كذا بدرجة مقاومة عالية ومقاومة للتعفن. لسه بنقول فيها الخشب الايه، خشب الارز، ده بقى نوع جديد. يبقى احنا كده قلنا الافريقي وقلنا مميزاته، القيقب وقلنا مميزاته، خشب الصنوبر وقلنا مميزاته، وعندنا بقى خشب الارز بقى ومميزاته معانا اهو، درجة مقاومة عالية ومقاومة للتعفن كمان، على عكس مين؟ على عكس القيبن، القيقب اللي بيعفن بسهولة. تمام؟ طيب، إذا طلب أحد والديك القيام بمهمة، عليك أن تدعي المرض تقول أنا عيان، ولا ما تلبهوش أصلا، لا تهتم ولا تستمع جيدا لما يقوله؟ طبعا تسمع كلامه، ما أحد والديك أبوك وأمك، يبقى لازم أسمع كلامه كويس. اشتريت كرسيا مصنوعا من الخشب الأفريقي الأسود، يبقى أنت اشتريت كرسي مصنوع من الخشب الأفريقي. يتميز بإيه؟ الصلابة ولا الليونة ولا الرائحة الزكية؟ أظن من خلال الشرح أنت كده فهمت الإجابة، الصلابة طبعا. يستخدم النجارون بعض الأدوات لنحت الخشب مثل المسامير ولا الإزميل ولا المفكات؟ طبعا احنا كده كده هنسيب إيه؟ هنسيب لكم الورق أسفل الفيديو عشان تذاكروا منه. طيب، النجارين بيستخدموا المسامير عشان ينحتوا بيها الخشب؟ لا، دي بيصنعوا بيها، بيربطوا الخشب ببعضيه. الازميل، ايوه هو ده الازميل اللي شايفين صورته ده، هو ده اللي بيعملوا ايه، بينحتوا بيه. اما المفكات دي ما بينحتوش بيها. تخرج دكتور فاروق الباز، قلنا ادينا معلومات عن فاروق الباز، وقلنا انه عالم مصري وتخرج من كلية العلوم زي ما اتفقنا، وقلنا اشتغل في امريكا، وقلنا ان هو جيولوجي في نفس الوقت. يعني لازم تعرف لي عن فاروق الباز، هو مصري وتخرج من كلية العلوم، وهو عالم جيولوجي بالاضافة الى كلية العلوم عالم جيولوجي، وفي نفس الوقت اشتغل في امريكا. تمام؟ طيب، يستخدم النجار كذا لتنعيم الخشب. الصنفرة بقى، الصنفرة دي عبارة عن لوح كده او زي ورقة بس ناحية فيها خشنة جدا، بيدعك بيها الخشب كده عشان ينعمه. البروفيسور بريان بوما عالم ايه، اثار ولا جيولوجيا ولا بيئة؟ جيولوجيا طبعا، عالم بيئة، البروفيسور بريان ده عالم بيئة. من المهارات التي يتمتع بها النجارون، النجار طبعا احنا قلنا في اول فيديو ان هو راجل مبدع لانه بيصنع حاجات على شكل جميلة. الهدف من مشروعات الاستصلاح الزراعي، الاستصلاح الزراعي يعني ان احنا نصلح الارض الزراعية ونزرعها بطريقة كويسة عشان تطلع لنا ايه، اكيد اكل وطعام. فاحنا الهدف من ده ايه، توفير الغذاء ولا استيراده ولا استنزافه؟ طبعا توفير الغذاء، اما استيراده يعني نشتريه من بره، طب احنا نهتم بيه عشان نشتريه من بره مصر يعني، ولا استنزافه يعني نبهدله؟ فطبعا اكيد ايه، توفير الغذاء. خشب كذا ذو حبيبات دقيقة وناعم، دي وضحناها بقى، وقلنا ان الخشب الناعم ده هو خشب القيقب وبيعفن بسهولة، اما خشب الارز بقى قلنا ذو درجة مقاومة عالية، وخشب الافريقي قلنا ذو صلابة. طيب، عندما لا يكون الطقس مناسبا يمكننا الزراعة فين؟ في قصيص ولا في تربة زراعية ولا في صوبة زراعية؟ صوبة زراعية اللي خدناها في الانجليزي، اللي كان اسمها جرين هاوس، ووضحناها وشرحناها بالتفصيل في الانجليزي. طيب، يستحيل التعامل مع خشب كذا باستخدام الأدوية العالية. الأدوية، سوري، الأدوات العالية العادية، الأدوات العادية، قلنا ده أكيد هيطلع الخشب الأفريقي لأن الخيقب سهل وبيعفن بسهولة. الصنوبر برضو ادينا له المميزات بتاعته، وقلنا إن هو عنده الليونة، لكن الأفريقي قلنا خشب صلب ويتميز بالصلابة وصعب تتعامل معاه بالأدوات العادية، يبقى هيبقى الخشب الإيه؟ الأفريقي. تنتج مصابيح الفلورسنت، اللمضة الفلورسنت، احنا بنقول عليها اللمضة فلورسنت، اللمضة الفلورسنت دي والليد بتاعت الناصح، عمك ناصح اللي بيجي في الإعلان ده، تنتج حرارة ايه؟ حرارة منخفضة، لأن لو كانت حرارة عالية ما كانش حد استخدمها. طيب، الدهانات اللي بنحطها على الخشب بتحميها من الايه؟ طبعا قلنا من الطقس في أول الفيديو، فبتحميها من الرطوبة ولا الأجسام ولا البلاستيك؟ أكيد الرطوبة. طريقة الري بكذا، يتم استخدامها إذا كنت تزرع في الصحراء، تزرع في الصحراء يبقى الري بالإيه؟ بالتنقيط، خدناها طبعا في العربي في درس أول دروس العربي، إنك أنت الري بالتنقيط في السنة اللي فاتت. يحظى دكتور فاروق الباز بشهرة واسعة بسبب عمله في وكالة، طبعا وكالة عالمية مشهورة جدا اسمها وكالة ناسا، هي اللي بيشتغل فيها اللي هي بتاعة الفضاء. كل مما يلي من عناصر نمو النبات ما عدا مكان الزراعة، الضوء، لون الأصيص، طبعا لون الأصيص ده ملوش دعوة بنمو النبات، نمو النبات عايز ضوء، عايز مكان تزرع فيه زي ما احنا وضحناهم في العلوم.
رقم 30، لا يستخدم نظام زراعة الأكوبونيكس، الأسمدة الصناعية أو كذا لزراعة النباتات. نظام زراعة الأبوكونيكس ده ما بيستخدمش مبيدات ولا بيستخدم أي حاجة صناعية، يعني ده بيستخدم إيه؟ بيستخدم أسلوب زراعي معتمد على نفسه. ده نظام بيجمع بين الزراعة المائية وتربية الأسماك، يعني بتزرع من غير تربة، بتزرع في المية. هتقول لي إزاي؟ هقول لك أسلوب علمي حديث، إن هما بيزرعوا في المية وبيربوا أسماك زي زراعة الأرز، ما بينفعش الزرع غير في المية ويربوا فيه مثلا يعني، فهم اقترعوا من ده زراعات حاجات تاني اسمه الأكوبونيكس. طيب، تشتهر مصر على مستوى العالم بالحرف الإيه؟ اليدوية، وبتيجوا السياح تشتري الحاجات دي بفلوس غالية. يستخدم الحرفيون كذا لتوضيح أهمية منتجاتهم، طبعا مهارات التواصل، بيقول له دي أنا عملت كذا وجبت كذا واشتريت كذا كده يعني. يصنع منتجات كثيرة من الخشب، مين بقى ده؟ النجار، طالما خشب يبقى نجار. يستخدم النجار شريط القياس في تحديد إيه؟ في تحديد طول وعرض الخشب، عاوز يعرف بقى عاوز كم متر هنا وعاوز كم عرض وطول وكده. طيب، الأخشاب الصلبة على طول بنجري على الأفريقي، صح؟ طب مش جايب الأفريقي هنا، قلنا بعديه في درجة الحرارة عليها طبعا الصلابة هي المفروض الأفريقي، لأن احنا الخيقب ده ما اديناهوش المميزات دي. يبقى السؤال ده هيبقى غلط، هي مش الخيقب ولا الصنوبر ولا الأرز، هو الأفريقي، بعديه على طول الأرز في الصلابة، لكن الخيقب لا، السؤال ده غلط رقم 35. طيب، 36، استخدم خشب القيقب في مصر القديمة في صناعة الآلات الموسيقية، لأن قلنا ناعم وإيه؟ ما بيتحملش. يشبه خشب الصنوبر خشب الأرز من حيث الرائحة الملحوظة، ده رائحته زكية وده رائحته كويسة. دكتور فاروق الباز عالم كذا ومصر الجنسية، قلنا عالم جيولوجي واتخرج من كلية العلوم وهو من الزقازيق أصلا، وقلنا معلومات كتير عنه. طيب، من مشروعات الدولة لاستصلاح الأراضي الصحراوية مشروع ايه؟ الدلتا الجديد. يستهلك اسلوب زراعه الاكابونكس مياها وطاقه اكثر ولا اقل ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا اقل، لان مش محتاج طاقه لانه بيزرع في الميه. تعتمد الحرف اليدويه على يدويه، يبقى مهاره الايه؟ الحرفيين. من استراتيجيات حل المشكلات تقسيم المشكله، انك تقسمها لاجزاء صغيره عشان تعرف تعالجها. لدى النجارين القدرة على اختيار النوع المناسب من كذا لكل مشروع، نجار يبقى خشب، عايز خشب. يتميز خشب بالخيط بأنه ايه؟ تدرج اللوني، أصل رائحته ذكية؟ لا، الرائحة الملحوظة دي بتاعت الصنوبر والأرز، درجة مقاومة عالية بتاعت الأرز برضو، لكن الخيط بيبقى نقول له التدرج الايه؟ اللوني، يعني لونه بيتغير. يعد من أكثر أنواع الخشب صلابة الأفريقي، الافريقي على طول، تمام؟ طيب، نبدأ بصح وغلط. العمل الذي يقوم به النجار يعتبر فنا وليس مجرد حرفة، طبعا دي هتبقى إجابة خاطئة، لأن هو مش فنا، هو مبدع في عمله، ولكن ده عمل وليس إيه؟ وحرفة في نفس الوقت، مش مجرد حرفة. يستهلك زراعة الأبوكونيكس مياها وطاقة أقل من أساليب الزراعة التقليدية، طبعا دي إجابة صحيحة، لأن قلنا ما بيستخدمش إيه؟ تربة. تلوين ودهان الخشب يحميه من عوامل الطقس والرطوبة، برضو إجابة صحيحة، لأن الخشب بينكمش وبيتمدد، ولكن لما بيدهن ما بيحصلش فيه كده. أقامت الدولة العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة مساحة الأراضي المزروعة، طبعا إجابة صحيحة، الدولة فعلا عملت على ذلك. يتميز الخشب الأفريقي الأسود برائحة زكية مميزة، إجابة خاطئة، الرائحة في خشب الأرز وليس في الخشب الأفريقي. يحظى الدكتور فريق الباز بشهرة واسعة بسبب عمله في وكالة ناسا، إجابة صحيحة. من المستحيل التعامل مع الخشب الأفريقي الأسود باستخدام الأدوات العادية، طبعا إجابة صحيحة، لأن هو صلب ويتميز بالصلابة، عشان كده صعب إن هو نستخدم فيه الأدوات الإيه؟ العادية. استخدام خشب القيقب في مصر القديمة في صناعة العربات، إجابة صحيحة، فعلا استخدموه في صناعة العربات. البروفيسور بريان بوما عالم بيئة يدرس التغيرات في النظام البيئي،
طبعا إجابة صحيحة لأن هو عالم بيئة. تتشابه جميع أنواع الأخشاب في الخصائص، إجابة خاطئة لأن منها الصلب ومنها الناعم ومنها الذي يتعفن ومنها الذي لا يتعفن وهكذا. عندما يكون الطقس غير مناسب للزراعة يفضل أن نزرع بدون تربة، طبعا إجابة خاطئة. إزاي بدون تربة وهو غير مناسب؟ يستخدم النجار بعض الأدوات للحفر في الخشب مثل شريط القياس. غلط، اللي بيحفر بها بالخشب الأزميل مش شريط القياس. تجمع زراعة الأبوكونيكس بين الزراعة المائية وتربية الأسماك. أيوة دي إجابة صحيحة لأن إحنا بنزرع الزراعة دي في الماء وليس في التربة، عشان كده بتجمع بين زراعة الأسماك تربية الأسماك والزراعة المائية. من أمثلة الحرف اليدوية صناعة الهواتف المحمولة. إجابة خاطئة، المحمول ما بيتصنعش بالحرف اليدوية. من المصادر الجيدة للضوء مصابيح الليد والفلوريست، الليد يعني، طبعا إجابة صحيحة. يواجه الحرفيون صعوبة في الحصول على المواد التي يحتاجونها لممارسة حرفتهم، طبعا إجابة صحيحة. طيب الحرف اليدوية في مصر تشمل صناعة السجاد والسيارات. لا، لو قال السجاد بس نقول له ماشي، لكن سجاد وسيارات غلط. ضوء الشمس هو مصدر الضوء الأفضل لنمو النباتات، طبعا صح وخدناها في العلوم. تتميز الصوب الزراعية، الصوبة الزراعية اللي هي الجرين هاوس، بانخفاض تكاليف أدواتها ومعداتها. خطأ، تكاليفها عالية. تهدف الدولة إلى توفير الغذاء عن طريق مشروعات الاستصلاح، طبعا إجابة صحيحة، استصلاح الأراضي. خشب الصنوبر متعدد الاستخدامات ومن السهل التعامل معه، طبعا إجابة صحيحة. يتشابه خشب الصنوبر وخشب الأرز من حيث الرائحة، نقول له أيوة هما الاتنين رائحتهم زكية. يتمتع خشب القيقب بدرجة مقاومة عالية، غلط، هو أصلا بيتعفن فهو مش مقاوم للتعفن، يبقى دي غلط، ده الأرز اللي هو مقاوم للتعفن ويتميز بدرجة حرارة عالية. يستخدم النجار ورق الصنفرة أو الفأرة لتنعيم الخشب، أيوة فعلا بيستخدم الاتنين دول عشان ينعموا. من استراتيجيات حل المشكلات تقسيم المشكلة لأجزاء صغيرة، طبعا إجابة صحيحة ودي كانت في شهر أكتوبر. من مهارات التواصل الاستماع الجيد لما يقوله الغير، أيوة طبعا لازم أستمع له عشان أعرف أرد. تعتمد الصناعات اليدوية على سرعة الماكينات المستخدمة، طبعا إجابة خاطئة، اليدوية ما فيهاش أي ماكينات. تعتمد زراعة الأكوبونيكس على الأسمدة الصناعية، غلط، بتعتمد على الماء، مفيش أي أسمدة، تسمدة للتربة وهي مفيهاش تربة. تتميز الصوبات الزراعية بأنها تمكننا من زراعة محاصيل في غير وقتها، طبعا الصوبة الزراعية فعلا بتمكننا إن احنا نزرع في غير الوقت. تقنية الاستشعار عن بعد تساعد علماء الآثار على الرؤية تحت سطح الأرض، طبعا إجابة صحيحة وخدناها في سنة رابعة. يعتبر الصنوبر والأرز من الأخشاب الصلبة، إجابة خاطئة، الصنوبر مش صلب. يتميز خشب القيقب بتدرج لونه من البني إلى الفاتح، صح تمام، مع إنه هو إيه، مع إنه يتميز بالصلوبة. يصنع النجار العديد من المنتجات العديدة، طبعا إجابة خاطئة، النجار شغله على الخشب مش المعدن. يمثل الحرفيون جزءا مهما في قطاع السياحة، أيوة عشان بتيجي السياح تشتري من حاجات من مصر. يحتاج الحرفيون إلى معرفة كيفية التفاوض على الأسعار مع العملاء، إجابة صحيحة. طيب هنا بقى، يصنع النجار العديد من المنتجات الصلبة ولا الخشبية ولا اللينة ولا التربة ولا الأشجار ولا الصبر، طبعا المنتجات الخشبية طالما نجار يبقى إيه، خشبية. خشب الصنوبر من أنواع الأخشاب يعتبر خشب الصنوبر من أنواع الأخشاب اللينة. من المهارات التي يتميز بها النجارون التمتع بالصبر. البروفيسور بومة في عمله الميداني بيجمع معلومات عن التربة والأشجار. الخشب الأفريقي الأسود والخشب القيقب من أنواع الأخشاب الصلبة. هنا بقى جايب كلمة الجيولوجيا وورق صنفرة و20% والأرز والضوء. من العناصر الأساسية لنمو النباتات هنقول له الضوء. طب فاروق الباز متخصص في الجيولوجيا، طب خشب ايه يتمتع بدرجة مقاومة؟ الأرز. طيب ايه اللي بينعم الخشب؟ ورق الصنفرة. استصلاح الأراضي بنسبة كام؟ 20%. ثلاثة،
جايب الفقرة بتاعت النجار والعلوم والإزميل ودهان والزراعة المائية. يستخدم النجار نقط للحفر على الخشب، طبعا الإزميل. طب نظام إيه اللي بيوفر نباتات صحية؟ الزراعة المائية. النجارون بيستخدموا إيه عشان يحموا الخشب؟ الدهان. الدكتور فاروق اتخرج من كلية الإيه؟ العلوم. طيب جامعة عين شمس يمكن تنعيم حافة الخشب باستخدام إيه؟ الفارة. آخر حاجة بيقول لي الصوبة الزراعية وصلابة والأسمدة الصناعية وناسا وبيئة. يعتبر الخشب الأفريقي الأسود من أكثر أنواع الخشب طبعا صلابة. بعدين يحظى الدكتور فاروق الباز بشهرة واسعة بسبب عمله بوكالة الفضاء فين؟ في ناسا. لا يستخدم نظام زراعة الأبوكينكس الأسمدة الصناعية. البروفيسور بريان بوما عالم بيئة، عندما يكون الطقس غير مناسب يمكن نزرع فين؟ في الصوبة الزراعية. باقي الأسئلة هنسيبها متجاوبة في أسفل الرابط. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.